تيشيرت نادي الزمالك بتدي هيبه كبيره جدا لاي لعيب بيلبسه. هي دي قيمه نادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك وعراقه نادي الزمالك اللي احنا كلنا كزملكاويه بنفتخر وبنتشرف ان احنا بننتمي لهذا الكيان. مش عايز اخرج بره اطار الفرحه، لكن عايزين نتكلم النهارده او نبعت كده كام رساله للناس اللي كانوا فاضيين لنادي الزمالك على مدار الايام اللي فات. الناس دايما اللي مش وراهم حاجه غير نادي الزمالك. فاكر حضرتك من اسبوعين لما تمت صفقات نادي الزمالك زي عمر فرج وسيدي نداي، وكان كلام كتيره بقى كمان عن بوبينزا وبن طايج وكل اللعيبه اللي جت نادي الزمالك بالمناسبه، ليه محدش كان عارف، بس هو دايما نادي الزمالك هو التارجت وهو الهدف بالنسبه لهم. كان في ناس بتقول ايه عن ناصر منسي، كل الناس في كل حته في مصر كانت بتقول كلام ان هو لازم يمشي، دخلوه في صفقه تبادليه، ده لازم النادي يستغنى عنه، ده لازم يبيعوه لاي نادي حتى لو ببلاش. كلام كله كان غرضه التقليل من قيمه اللاعب وامكانيات اللاعب. لكن الكلام ده للاسف كنا بنسمعه من ناس المفروض هي يعني يبقى في قدر كبير من الحياد بالنسبه لكل الانديه، لكن القدر لعب لعبته. والكره دايما ملهاش مقاييس ولا ليها اي حسابات، الكره بتدي للي بيديها، بتخلص وبتكافئ اللي بيعيش لها وبس، اللي عارف يعني ايه ان الكره اكل عيشه. وفي الاخر ناصر منسي ما مشيش وفضل موجود في نادي الزمالك عشان مستر جوميز ياخده معاه في قائمه المباراه، لانه واثق فيه وواثق في قدراته كمهاجم صندوق وكمهاجم عنده امكانيات. مستر جوميز كمدرب مصدق فيه ومآمن بيه، وفي الاخر ينزله في ماتش السوبر وفي وقت كان صعب جدا، ومن اول لمسه شاء القدر ان هو يكون السبب الاساسي في رجوع وتتويج نادي الزمالك بالبطوله الغاليه دي، البطوله الغاليه اللي قدام حضراتكم، البطولة الغالية على الجماهير والأغلى على اللعيبة والأغلى على الكيان. ممكن ناس تقول لك ده ناصر منسي مش كواليتي ضخم أو لعيب يعني طراز أول أو لعيب طراز فريد، الكلام ده ممكن تسمعه عادي من بعض الناس، لكن في نادي تاني لو ناصر منسي موجود عمرك ما كنت هتسمع الكلام ده. لكن ناصر منسي في الآخر اجتهد، عمل كل حاجة أي لعيب كان نفسه يعملها، عمل اللي اي لعيب كان لابس تيشيرت نادي الزمالك كان نفسه يعلم يعني يعملها ويحلم بيها. ناصر منسي فاق كل التوقعات، كسر كل التوقعات، جاب بطوله افريقيا نادي الزمالك، ومش اي بطوله، جاب الكاس الجميله دي اللي احنا يعني كلنا شايفين جمالها، نسخه شيك، نسخه جميله. زي ما بقول لكم نادي الزمالك اول نادي بيحقق وبيحتفظ حتى بالنسخة الجديدة للبطولة. الشياكة دايما يعني الزمالك، عنوان الشياكة يعني الزمالك، عشان كده البطولة راحت لنادي الزمالك. بطولة غالية قوي 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 على كل جمهور نادي الزمالك، وحققناها بتعب وشقة كبير جدا. وعشان نعرف حققناها ازاي تعالوا نروح لواحد من نجوم نادي الزمالك المخلصين، اللي دايما عينهم حلوة في الكورة وليه ذكريات حلوة قوي في ماتشات القمة بالتحديد، كابتننا الكبير كابتن طارق السيد الجناح الطائر دايما لنادي الزمالك. يا كابتن طارق صباح السوبر وصباح الورد. أهم حاجة صباح السوبر الأول يا فندم، أهم حاجة. أنت شايف أهو منور قناة الزمالك ونور نادي الزمالك، وأنت وشك كان حلو في الاستوديو حبيبي يا خلود. والله يا كابتن طارق ببارك لك، انت واحد من اللعيبه الكبار اللي في تاريخ نادي الزمالك، واحد من اللعيبه الكبار اللي جم في مركز الظهير الايسر بشكل عام في الكره المصريه، كان وشك حلو دايما، بيبقى ليك ارائك ودايما بيبقى ليك الكلام اللي انت بيبقى بنحسه دايما ان هو طالع من القلب، عشان احنا عارفين مين طارق السيد. بص يا خالد، عايز اقول لك ان السوبر ده دي رساله من او هديه من ربنا سبحانه وتعالى لجمهور الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، ان يعني كل الناس دي تعبت الفتره اللي فاتت والفتره الاخيره تعبوا تعب كبير جدا عشان يعملوا اللي هو حصل ده، او يقدروا ان هم
البطولة دي تيجي نادي الزمالك أو تخش نادي الزمالك، نادي الزمالك كان يستاهل، عمل جيم كبير جدا جدا جدا، عمل ماتش كبير وماتش عظيم، كل المنظومة الزملكاوية فني لاعبين، المجهود اللي اتعمل من مجلس الإدارة عشان اللعيبة الجديدة تيجي، توفير كل الإمكانيات في الفترة الأخيرة ودفع المستحقات بتاع اللعيبة، كل الحاجات دي كلها ما يعرفش معناها أو ما يعرفش قيمتها أو ما يعرفش اللي اتعمل إيه غير ناس تكون عارفة الدواخل كويس قوي وعارفة إيه اللي بيحصل دلوقتي. صحيح صحيح. وانت عشت يا كابتن طارق يعني الاجواء دي او شبه الاجواء دي بنسبه كبيره، دايما نادي الزمالك يعني كان بيمر بالازمات دي، وانت كواحد من اللعيبه الكبار عشت كل الاجواء دي، فالكلام انت حاسه قبل ما تقوله. ده والحمد لله انا كمان عارف ايه اللي موجود جوه النادي في الفتره اللي فاتت دي، وعارف قد ايه الناس عانت، كل الناس لعيبه صبرت على مستحقاتها فترات كبيره لحد ما النادي يقف على رجله، مجلس اداره قاتل عشان خاطر يوفر كل الامكانيات، سواء لعيبه جديده سواء ماديات سواء وقع في مشاكل كتير جدا 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 من غرامات هو ملوش ذنب فيها، دفع فلوس وارقام كبيره جدا، اتهاجم في بعض الاوقات من ناس كتير جدا، عدم استقرار غير طبيعي غير طبيعي، يعني الناس معرضه ليه بشكل صعب جدا، مدير فني اتهاجم من انا شخصيا وانا قلت الكلام ده وكنت زعلان منه في وقت من الاوقات وكنت بنتقده في وقت من الاوقات، كان في مشاكل كتير جدا الناس تعرضت ليها، فان انت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتكسب بطولة كاس السوبر من المنافس المباشر في ظل هوجة إعلامية كبيرة جدا بتقول ان الزمالك راح يتغلب سكور ويجي، بعض الناس اللي ما عندهاش مش مقدرة او ما تعرفش قيمة تيشيرت الزمالك كانت بتتكلم كلام سوري، يعني هم واضح ان هم كانوا بيحلموا وبيناموا ويصحوا يقول لك الزمالك ما يروحش يلعب ومش ما يروحش يلعب، ناس ما عندهاش ما تعرفش قيمة تيشيرت الزمالك، ما تعرفش يعني ايه تيشيرت الزمالك. زعلك انت الكلام ده يا كابتن طارق؟ جدا جدا، وانا كنت بطلع اقول يا جماعه الزمالك كبير يا جماعه احنا، وانت عمرك بالمناسبه ما قللت من اي نادي؟ لا احنا ما بنقللش من اي نادي، لان احنا عارفين قيمه الجماهيريه بتاعت كل صحيح. نادي كبير حتى الوقت واحنا فرحانين بكاس السوبر واحنا كسبانين، ما بنقولش اي كلمه تجرح في المنافس بتاعك، لا احنا صحيح. بنتكلم بادب وباحترام، بنفرح ببطولتنا، بنقول احنا الزمالك، احنا ورانا جمهور كبير جدا. انت ظل بقى خالد عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا، ان الزمالك هو النادي الوحيد في مصر وهو اللي يقدر يكسب المنافس في مصر، وعلى فكره كابتن طارق بغض النظر طبعا عن الكلام اللي احنا ما كناش حابين ان احنا نسمعه، لكن لو هتروح لواحد من كباتن النادي الاهلي وحارس طبعا منتخب مصر الشناوي، هو قال لك احنا منافس الحقيقي بالنسبه لنا هو نادي الزمالك. اصل الزمالك عنده وراه جمهور عظيم جدا. صحيح. يعني الناس برضو ما هو لعيب الكوره عارف. يعني انا بقول لك ان 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 النادي الاهلي لما بيجي يلعبك بيبقى عامل حسابك قوي. من جماهيريتك، من شعبيتك، من البطولات اللي انت عملتها في تاريخك. فلما يبقى فيهم ناس مش فاهمه او بتحاول تاخد ترند على حساب واسم وتاريخ ومكانه نادي الزمالك، لا هو بقى ربنا سبحانه وتعالى قال لهم تعالوا انتوا استحمل العواقب بقى، استحمل العواقب بقى اللي يستفز نادي الزمالك ولاعيبه الزمالك. وده يمكن يا كابتن طارق وانت يعني شيكابالا كان طالع وانت موجود في الفرقه، هو ده الكلام اللي قاله، قال لك انا جبت الفيديو وحطيته للعيبه وقلت لهم بصوا وشوفوا. اهم حاجه خلود في الموضوع ده كله في الحته دي بالذات ان اللعيبه صدقت نفسها. صحيح صحيح كده. امنت بنفسها. عرفت ان هي لو قتلت وموتت نفسها تقدر تكسب اي حد. نادي الزمالك، نادي الزمالك بنص حمولته، لعيبته لسه مش جاهزه 100%. بالناس جرعت في اسماء كتير جدا من اللعيبه دي. لا عملوا جيم كبير جدا
وان سايد جيم 90 دقيقه مع النادي الاهلي، وخلاك انت وخدت منه بطوله صعبه جدا، بطوله قاريه، واستمرت العقده وتستمر العقده من مده 30 سنه في بطولات السوبر الافريقي، عقده زملكاويه للمنافس المباشر ليك في بطوله السوبر، في بطوله السوبر الافريقي، وهتستمر ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق مش هينفع تبقى موجود معايا وما اسالكش برضو على بعض الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت، وحضرتك اكيد سمعت ان الراجل مش مقتنع ببنطايج، الراجل اللي عايز يفسخ عقده، الراجل، في حين ان لسه الزمالك ما لعبش مباراه رسميه ولا لعب اي حاجه في اي بطوله، وسمعنا كلام. لكن امبارح بقى اول مباراه يا كابتن، ولا اول امبارح انت بتلعب، وانت عارف الكلام ده يا كابتن طارق، ان انت تلعب مباراه على بطوله قاريه امام النادي الاهلي، ضغوطات جماهيريه واجواء ناريه من الاخر في الملعب، والاداء اللي احنا شفناه مش موضوع بنتايج بس، عايز اقول لك على حاجه. انا عشان حضرتك بس يعني واحد من الباكات ليفت اللي ليا كلمتين على بنتايج وهقول لك عليهم دلوقتي. بس الاول ما هو قال لك زيزو مش دولي، يعني ان بعض الناس قالت لك زيزو مش دولي. تخيل زيزو احسن لعيب في مصر، الكريزه بتاعت نادي الزمالك مش دولي. قال لك على عبد الله السعيد مبطل، وعبد الله السعيد اكتر لعيب عمل مجهود في الجيل. صحيح. كتير. عايز اقول لك على حاجه على بنتايك. من اول لمسه لبنتايك في الجيل واول تحرك ليه، باك ليفت عصري، باك ليفت كبير قوي مميز، بس يا رب يحافظ على مستواه بالشكل اللي هو ويكمل بالشكل اللي هو ده. انا مش عشان انت معايا على التليفون، بس هو يعني في من نوعيه كابتن طارق سيد ان هو بيروح بوشه وجريء ما بيخافش. ده بقول لك بيعمل بيكمل صحيح. الهجمه لاخر الخط بالظبط، وفي نفس الوقت بيرجع يعمل الواجبات الدفاعيه بتاعته ومفيش تاثير فيها. يعني لعيب دفاعي هجومي 10 على 10 وممكن يدي حل باذن الله الراجل، لان انا متوقع او متخيل ان ممكن الراجل لما يعود فتوح عشان يستغل الاثنين دول ويستفاد بيهم، فتوح وبنتايك، حط فتوح في نص الملعب ويلعب الراجل ده باك ليفت مكانه عادي جدا، وفتوح يقدر يؤدي الحته دي بشكل كبير جدا. بالظبط. يبقى انت عندك حلول وحل واثنين وثلاثه بشكل كويس. صحيح. انا مبسوط جدا من الصفقه بتاعت بنتايك ده، لان الراجل وسط ماتش في منتهى الصعوبه، ماتش ديربي، اول ماتش ليه اتعرض لهجوم شرس لدرجه ان كان في بعض الناس بتقول ان الراجل نفسه عايز يمشي. يعني لسه ما لعبش ماتش وانا مش عارف هم طب جابوا منين معلومه ان الراجل عايز يمشي. كابتن طارق حضرتك كمان عارف الماتشات دي بتبقى عايزه شخصيه، فهو بان من خلال ادائه ان لا انت عندك لعيب عنده شخصيه في الملعب. انا اديته نجم المباراه على المستوى الشخصي قدام اصحابي وعلى صحبتي، اديته نجم المباراه. قلت ان بنتايك هو احسن لعيب في الجيم، بغض النظر عن ان ناصر منسي جاب الجون وهو اللي صاحب المنصب، انما بنتايك صفقه من العار الثقيل جدا. تسلم ايدي اللي جابه بجد، تسلم العين اللي جابته، والعين اللي جابته هو مش يعني انا ما اعرفش عنه حاجه على فكره، ما اعرفش مين اللي جابه ومين اللي اختاره، انما بجد تسلم. حد كان عنده رؤيه، كان عنده نظره في اللعيب، لعيب يستاهل ان هو فعلا يلبس تيشيرت نادي الزمالك، ويا رب يبعد عنه الاصابات، ويا رب يفضل على مستواه كده. اعتقد ممكن يبقى من نجوم الدوري المصري السنه. كابتن طارق تقول ايه بقى للسوبر؟ خلاص احنا بقى عندنا اثنين سوبر دلوقتي، كابتن ايمن منصور والكابتن ناصر منسي. انا بصراحه ناصر منسي ربنا سبحانه وتعالى كافئه، لان ناصر منسي برضه من الناس اللي بتتعرض لضغوط عاليه جدا وهجوم شرس الفتره الاخيره. مش هكدب عليك، انا نفسي كنت متخوف من التغييره نفسها، انما هو فاجئ كل الناس، فاجئنا كلنا. ده ربنا سبحانه وتعالى بقى يا كابتن طارق. وهو خد لقب تاريخي تاريخي هيفضل معاه كابتن ايمن منصور بعد 30 سنه بنتكلم عليه. تتخيل ناصر منسي في نادي الزمالك خد لقب عمره ما هينساه في حياته. صحيح. ولا جمهور نادي الزمالك هينساه، دخل التاريخ من اوسع ابوابه في الحته دي. المواقف دي يعني انا فاكر مثلا ان احنا بنتكلم على بطوله 2002 وهدف تامر عبد الحميد. صحيح. وكان ضد الرجاء، تخيل بقى ماتش ضد النادي الاهلي
وبطولة سوبر افريقي، فناصر منسي ده ربنا سبحانه وتعالى والدته داعيه له كتير جدا 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 ان يتكافئ من ربنا بجون في ماتش صعب زي ده، يحسم للزمالك بطولة سوبر ضد المنافس المباشر بتاعك. انا مبسوط جدا يا احمد من ناصر ان هو نزل بالقلب وبالروح دي، فببارك له طبعا وبقول له مبروك يا سوبر. سوبر بقى خلاص، ما حدش قدك، حدش قدك يا ناصر، هيبقى ناصر الدسوقي بعد كده كابتن طارق خلاص. كابتن طارق، طيب اخيرا مش عايز اطول معاك، موسم الزمالك اللي جاي شايف ازاي هيبقى تاثير السوبر الافريقي عليه؟ انت عندك يوم 20 اكتوبر ماتش قوي جدا مع نادي بيراميدز في السوبر المصري بقى. عايز اقول لك ان انا يمكن هنسيب اللعيبه تفرح او المجلس والجهاز يسيبوا اللعيبه تفرح اليومين دول ويعملوا اللي هم عايزينه وياخدوا اجازتهم. بس بقى امنيتي، امنيتي ان احنا نرجع من الاجازه دي شفتوا طعم البطوله، حسيتوا بطعم فرحه الجمهور، حسيتوا بطعم الفوز. فلو سمحتوا ما تفرطوش في اي بطوله جايه، لو سمحتوا ابنوا على اللي انتوا عملتوه. فرصه تاني، ربنا كرمنا كنا خدنا الكونفدراليه اللي جابت لنا السوبر دي، بس احنا قصرنا في حق البطولات بعد الكونفدراليه، مش عايزين نقصر. وده بقى يعني ده نداء وطلب من كل المنظومه الزملكاويه دلوقتي، احنا اخر نبني على ده. انا عارف ان الكلام ممكن ايه يعني، احنا بنتكلم في فرحه بس معلش، لا بس ده وقت، احنا الله ينور عليك، احنا عايزين نفرح تاني. اديكوا شفتوا الجمهور اتلف حواليكوا ازاي، الجمهور ساندكوا ازاي، صحيح الجمهور امن بيكوا ازاي، وانتوا نفسكوا امنتوا بنفسكوا ازاي. صحيح، واديكوا الفرقه اللي بيتقال عليها فرقه سكواد مرعب وسكواد خطير وسكواد مش عارف ايه، انت عملت عليه جيم وان سايد جيم 90 دقيقه، فانت قادر، طب ليه تفرط؟ وبعدين خد بالك يا خلود، هقول لك على نقطه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. انت ربنا كرمك ببطوله السوبر الافريقي، انت ممكن السنه دي تعمل لك 3 4 بطولات وانت مرتاح. صحيح، لو ركزت. صحيح، لا وفي بطوله جايه كمان شهر، يبقى انت حققت بطولتين في يعتبر شهر ونص، في شهر واحد. في شهر واحد حقق بطولتين في شهر واحد، وقادر والله لو ما شايفهم قادرين يا خالد، مع كما اقول الكلمتين بالظبط يا كابتن، لعيبه الزمالك قادرين ان هم يكسروا الدنيا. ودي احنا بنقولها يعني، بيقول لك سكواد قوي وفرقه مرعبه وانت ده على الورق بس يا كابتن طارق، لكن انت بتتكلم الله ينور عليك في الملعب، عايزين نشوف رجاله السوبر. طول ما انت راجل في الملعب، طول ما انت بتأدي بنفس الروح القتاليه اللي انت اديت بيها، طول ما انت مركز ال 90 دقيقه، تاخد بطوله تاني وبطولتين في شهر، وحط في البوكيت بتاعك عدد بطولات يتذكر لك في تاريخك لما تيجي تبطل. احنا بنتكلم لحد دلوقتي من 2002 2003 على تاريخ نادي الزمالك 6 بطولات في سيزون واحد. صحيح، انت بتتكلم من نابع الخبرات، وانت مريت بكده، اللي انت كنت لعيب، انت بتحقق 3 4 بطولات في السنه عادي واكتر كمان. طبعا بقول لك في سنه واحده 6 يعني، ده نادي الزمالك حقق اللي ما حققوش برشلونه وريال مدريد. كنت بتفرح خلاص تاني يوم تقفل وتركز في اللي بعده، هي دي الشخصيه اللي حضرتك بتطالب انها تبقى موجوده مع اللعيبه الفتره اللي جايه. ولو هم مش قادرين مش هطلب كده. بالظبط. دي بقى النقطه الثانيه يعني. لازم تفصل. انت خلاص خدت، الجمهور بقى منتظر، لان جمهور الزمالك جعان بطولات. صحيح، عشمان. صحيح بطولات. صحيح، عايز يفرح وشايف ان الجيل ده يقدر يعمل. معاك استقرار دلوقتي، معاك مجلس اداره بيقاتل معاك، معاك ناس معاك الحمد لله رب العالمين امكانيات، انت عندك احسن لعيبه في مصر، ومحدش يقول لك لا احنا ما عندنا، لا عندنا والله عندنا. وعلى فكره لعيبه الزمالك مش بالاسماء، لعيبه الزمالك بالروح والقلب. صحيح يا كابتن طارق، صحيح، وده احنا عشناه وشفناه. صحيح يا كابتن، فربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. انا عايز اخليك عايزين نفرح عايز من دلوقتي اهو، من دلوقتي عايزين نفرح يوم 20 و2 و24.
بإذن الله يا بعد كابتن. إذنكم عايزين نفرح. بإذن الله يا كابتن طارق، أسيبك بقى تفرح بالسوبر، وأسيبك حبيبي. تشوف الكاس، وأنا عارف إن أنت هتيجي هنا القناة عشان تحتفل. أنت واحد من نجوم نادي الزمالك اللي ياما فرحونا وياما شالوا بطولات عريقة نادي الزمالك، كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ونجم الكرة المصرية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. من الكابتن طارق السيد نروح من اللعيبة الرجالة اللي جم في تاريخ الكرة بشكل عام في كل الأندية اللي كان موجود فيها، القلب والروح، يعني حماده طلبه. يا كابتن حماده صباحك سوبر. صباح الفل الدوده، وصباح صباح كل على جمهور نادي الزمالك كله، وسعيد جدا ان انا معاك ودايما منور الشاشه. انا بتشرف دايما بوجود ربنا حضرتك معايا كابتن حماده حبيبه. خليني ادخل معاك في المهم واكلمك في النقطتين اللي دايما كانوا بيميزوا كابتن حماده طلبه دونا عن اي لاعب، الروح والقلب اللي انت شفتهم في لعيبه نادي الزمالك في المباراه. اول حاجه طبعا بقول لجمهور نادي الزمالك الف الف مبروك على بطوله مهمه جدا جدا بتحصل كل 30 سنه، اللي انت تكسب نادي الاهلي بالشكل ده والاداء والمنظر بتاع الجمهور اللي انا فرحني بشكل كبير جدا. بقول لهم الف الف مبروك، وبطوله مهمه جدا في بدايه موسم هتدي لك دفعه كبيره جدا اللي انت ان شاء الله تمشي على المنهج اللي انت لعبت فيه، وانا عاوزه يلعب بنفس الروح اللي لعب بها الشوط الثاني. يعني انت عندك لازم، ما لسه الكابتن طارق كان معاك بيتكلم على الروح والقلب، ولازم اللعيبه تصدق نفسها، لازم فعلا يصدقوا نفسهم. احنا عندنا كواليتي كويس جدا، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، لو انت قست كل لعيب في مركزه بلعيبه نادي الاهلي هي 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 مش هتعرف تقول ايه. يعني انا بصراحه من الفرحه والمكسب الجميل اللي هو فرحونا بيه جمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، حاجه تفرح. عندنا لازم اللعيبه تصدق، انت شفت الشوط الثاني نزل نادي الزمالك ضغط على النادي الاهلي، وانا بصراحه بحترم المدرب جدا جوميز اللي هو احترم النادي الاهلي. من بدايه المباراه كانش بيعمل ضغط عالي، نادي بالعكس النادي الاهلي هو اللي كان بيعمل ضغط عالي، وكان عنده حلول اللي هو يطلع بالكوره بشكل كويس جدا. عجبني خط الظهر بعواد، بخط الظهر بنص الملعب بالناس كلهم. الناس كلها رجاله، الناس كلها كانت على قد المسؤوليه بصراحه. صحيح. طلوعهم بالكره بشكل كويس جدا. يعني انت لو بصيت للجون يا خالد، الجون اللي احنا جبناه جون التعادل، لو شفت الباص من المسلوسي باص طولي بشكل كويس، استلم عمر جابر، اثنين بيضغطوا على الكوره، اول لمسه لناصر منسي اللي هو كان بعيد الفتره اللي فاتت دي كلها 30 يعني ثانيه يا كابتن حماده، يعني من اسرع الاجوان، يعني اسرع اجوان اللي جيت في البطوله، يعني ما شاء الله، يعني حد في البطولات اللي شفناها قبل كده. انما ناصر لازم برضو اشيد بيه، ناصر راجل اتهاجم كتير، ناس كتير هاجمته، ناس الاعلام كله كان في ناس كتير ضده، الراجل بيثبت لهم ان انا الحمد لله لعيب كبير ولعيب على قد المسؤوليه، وبشكر جمهور نادي الزمالك اللي هو سنده وقف جنبه. ودوّا دايما ده انا بقول جمهور نادي الزمالك ده في حته تانية خالص. ممكن اللعيب بيبقى بعيد، زي ما انا بقول لك خالد، انا كنت واحد من الناس كنت في نادي الزمالك واتهاجمت والناس وقفت جنبي، وجمهور نادي الزمالك بقى يشيد بيا، والناس فعلا لما حسيت ان انا راجل وبأدي بروح وبأدي بعزيمه بقى في تهديد، الحمد لله كلهم وقفوا طبعا، وقفوا جنبك الحمد لله، وقفوا جنبي وانا بشكرهم طبعا. يمكن نفس الفكره لازم كابتن حماده، يمكن نفس الفكره حصلت في بعض الفترات اللي فاتت مع حسام عبد المجيد، واحنا شفنا حسام عبد المجيد صح كده، وشفنا صح. انت شفت حسام المستوى والتألق كان عامل ازاي في ماتش السوبر. انا عاوز اقول للعيبه مش شرط، خلي بالك لما الجمهور ينتقدك بحاجه مش وحشه، ده بالعكس ده بيديك دفعه اكبر. انا واحد من الناس كنت بحب ان انا اصلا اللعيب لما يبقى على طول كويس كابتن وما تلاقيش حد بيهاجمه، انا ما بحسهاش بمتعه. لازم تتهاجم، لازم عشان تطلع اقصى حاجه عندك النهارده. لو انت بتدي 100% دي 200%. احنا شايفين النهارده لو ناصر ده ما كانش بيتهاجم كان هينزل بنفس الروح ديت بنفس الاداء دوت؟ لا طبعا. احنا شايفين اللي انا بشكر اللعيبه بصراحه ومجلس الاداره، وبقول لهم الف الف مبروك، ودي بدايه الموسم جديد ان شاء الله، وانا متفائل خير ان شاء الله مع رجوع الونش مع الصفقات اللي احنا عاملينها. هنشوف موسم جميل جدا، وهي ديت لازم اللعيبه بقول لك تلعب بروح ولسه الميركاتو ما خلصش يا كابتن. وكمان لسه، يعني انت برضه اقول لك حاجه، انت النهارده عجبني فرقه نادي الزمالك الشوط الثاني بالخصوص، يعني انا ما شفتش وجود لاي للنادي الاهلي خالص، يعني ما شفتش وجود. احنا الاحسن، احنا اللي بنتحرك، عندنا ناصر ماهر طالع فايق، عندنا عبد الله السعيد ما شاء الله فايق، عمر جابر، الناس حتى اللي بيتغير
طالع مبسوط يعني، مش شايف حد زعلان. هو ديت الروح اللي موجوده زي ما بقول لك، عمل اللي عليه عشان كده هو خارج مع حد زعلان. ايوه برافو عليك. احنا الحمد لله احنا في 2014 و2015 ما كناش احسن لعيبه، بس كنا احسن مجموعه. صحيح. احنا كان عندنا ممكن نكونش فنيا يعني، فنيا كان الجيل ده اعلى مننا، انما كنا الحمد لله بنحب بعض وقلبنا على قلب بعض. اللاعب اللي بترقص بتلاقي واحد في ظهره، هي لازم كده، هو نادي الزمالك لازم يكون الروح والقلب ديت قبل كل حاجه. احنا احنا الفن والهندسه وكل حاجه، بس لازم بالقلب والعطاء والقوة اللي انت في اي التحام تلاقي ايه؟ لا تلاقي اتنين تلاتة لاعيبة ضاغطين زي الجون اللي احنا جبناه، شفنا اتنين رايحين ازاي وبيضغطوا ازاي. اتمنى لهم باذن الله التوفيق، ودي بداية موسم خالد ان شاء الله باذن الله. هتفرق مع نادي الزمالك في بداية الموسم دي كتير جدا كتير جدا. انا مبسوط جدا ان انت السوبر ده مش هيتنسى زي السوبر اللي احنا خدناه من 30 سنة. عمر السوبر ده ما هيتنسى يعني، فاهم ازاي؟ انا بشكر جمهور نادي الزمالك اللي هو فعلا فعلا خالد استند الحقيقي. استحق نادي الزمالك بصراحه يستحقوا كل حاجه. احنا لنا جمهور كبير جدا بره، كبير جدا، شايفين الحمد لله بالشكل اللي احنا شفناه الجميل دوت. اتمنى ان انت تفرح جمهورك على طول ان شاء الله دايما يا كابتن حماده. مبروك. الله يبارك فيك. دايما بتشرف بوجودك معايا يا كابتن مصر. الله يخليك يا حبيبي. شكرا كابتن حماده طلب، طبعا بشكره شكرا جزيلا. لسه معاكم في اجواء الفرحه، لسه معاكم بكأس السوبر، البطولة الغالية علينا وعلى كل زملكاوي في كل مكان. لكن زي ما انتم عارفين بقى، امبارح كان وصول بعثة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي. خلينا دلوقتي نروح عشان نقول لكم بقى آخر أخبار الفريق الأول، فريق أبطال نادي الزمالك اللي وصلوا بسلامة الله امبارح لمطار القاهرة الدولي. ويمكن الطيارة امبارح يعني اتأخرت شوية، لكن زي ما شفنا مراسم بقى الاستقبال، وكان في فيديوهات شفناها امبارح وتابعناها، كمية الجمهور اللي كان موجود، كمية الناس اللي كانت موجودة عشان بس تعبر عن حبها وتقديرها للأبطال، تعبر عن حبها وتقديرها للرجالة اللي شافوهم في الملعب، اللي رجعوا بهذه الكأس الغالية علينا كلنا. بصراحة مفيش كلام يوصف الرجولة
وخاصه باللعيبه وبالجهاز الفني وباللعيبه، بنرتب الخطوط كلها، ويمكن اللعيبه كانت بس بتنزل تتناول وجباتها وبتطلع تاني. يعني كان في حاله من التركيز، وده يمكن المراد اللي احنا دايما كان بيوصل لنا، ودايما كنا من خلال اتصالاتنا ومن خلال متابعتنا لمعسكر نادي الزمالك، ان في تركيز وفي قفل على الفرقه بشكل كبير جدا. وكان في برضو كابتن شيكا كان دايما بيروح لكل لعيب يعني الغرفه بتاعته، كنوع من التحفيز وكنوع من شحن المعنويات، وان هو قد ايه البطوله دي مهمه وقد ايه البطوله دي لازم تتحقق لكل جمهور نادي الزمالك. كان شيكا بالاخص يا مراد دايما كان بيدي رسائل من النوعيه دي مع عبد الله السعيد، مع زيزو، مع عمر جابر، مع كل الكباتن الفرق اللي كانوا موجودين. دي حقيقه خلود، يمكن كابتن شيكا دايما بيحاول ان هو يخرج اللعيبه من الضغط. انت عارف ان اللعيبه زي ما انت قلت في البدايه بتاعتك ان اللعيبه يعني اعمار متفاوته، في اللعيب الصغير اللي بيبقى طالع مقطع ناشئين، واللعيب الجديد اللي لسه داخل على الفرقه، ودي نقطه مهمه جدا. كان في اربع لعيبه جداد معانا، دور كابتن شيكا كان ان هو يخلي ازاي اللعيبه دي تندمج مع بعض في الفرقه. صحيح، يلم الفرقه كلها مع بعض. يلم الفرقه كلها مع بعض. صحيح. وبرده كابتن عمر جاب ليه دور كبير جدا، كابتن زيزو، اللعيبه دي خلت من خبراتها الكبيره مش جوه الملعب بس، لا بره الملعب كمان عندهم خبرات ان هم يقدروا ان هم يدخلوا اللعيبه دي. وفعلا يمكن انا حسيت ان بنتايج وعمر و ما خدوش وقت خالص ان هم يعني يدخلوا في الاجواء. مخضوضين شويه، مخضوضين يا خالد، يمكن داخلين على بطوله قاريه قويه جدا، عارفين ان جماهيريه الزمالك، فما كانوش يتوقعوا ان الزمالك بجماهيريه كبيره دي. مراد لسه عايز اكمل معاك، انت لسه عندك كواليس واسرار كتير، لكن بمناسبه بقى اللعيبه، ومعانا دلوقتي طبعا كابتن احمد عبد المقصود، وهو كان لسه موجود في نادي الزمالك يعني من فتره قريبه. كابتن سودا بقى، خليني اقول لك صباح السوبر. صباح السوبر يا حبيبي خالد، تحياتي ليك وتحياتي لمواد كتير جدا. كابتن احمد مليون مبروك، قول لي اول ما الحكم صفر انت عملت ايه؟ عشان عارف كابتن احمد ابو مقصود. انا كنت بتفرج في النادي على فكره. انا بقول لك انا عارف كابتن احمد ابو مقصود كويس، عشان كده. والله فطبعا لا، فرحه جميله. بص خالد اقول لك حاجه، اذا انا قايلها الفتره يعني يمكن من اقل من شهر كنت طالع في برنامج وقلت انا متفائل جدا احنا ناخد سوبر. بص يا خالد، انت ابن النادي ومراد، واحنا كده صراحه يعني الفترات اللي زي دي احنا بنبقى حاجه ثانيه. صحيح. يعني لما حد يقعد يقل منك وهو مش فاهم حاجه، عايز يعمل ترند وبتاع، بس نادي كبير قوي، كبير على اي حد، وعمره ما بيقع ابدا، وعمره ما بينهار ولا يموت ابدا. فالحاجات اللي زي دي بتديك حافز وتديك اصرار وعزيمه ان انت اعلى من اي حد. انت بس كانت مشكلتك زمان مثلا او في فتره من الفترات الاستقرار، الهدوء شويه، بس انت معروف ان انت عندك احسن لعيبه في مصر، معروف ان انت عندك احسن جهاز فني في مصر، ايا كان اجنبي مصر اي حد، معروف ان انت عندك جميع ملايين في كل حته في العالم، فانت مش محتاج حاجه، كنت محتاج بس الهدوء، فاهم؟ والتركيز شويه بس يعني. وخصوصا يا كابتن احمد، يعني انت حضرتك لعيب كوره وكنت مدرب في نادي الزمالك، سواء على المستوى يعني لعيب فريق الاول، على مستوى التدريب في الفريق الاول، حضرتك اكتر واحد عارف ان ماتشات القمه دي لا تعترف باي نتائج قبليها. فعلا كانت مستحيل. يعني انا بص يعني اللي يقول لك ايه 50 28 لا 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 لا، الماتشات يوميها، حالتك يوميها وتركيزك، التركيز ده مش بيجي في نفس اليوم. صحيح. بيجي قبلها بكام يوم، انت رايح مركز ازاي؟ شوف الصور انت عارضها دلوقتي المطار، لا شوف حاجه ثانيه. بالظبط. انا خالد عايش فترات، انا الحمد لله كان لي شرف ان انا ابقى موجود في اخر اثنين دوري لنادي الزمالك واخر كاس مصر لنادي الزمالك. فعشت الاجواء دي. مع جاهزين، مع كارتيرون ومع زينا، وبرضه عشت برضه فتره يعني برضه خسرنا فيها السوبر بالظبط. بس انا بقول لك ايه، الفرق بين الحالتين زي الحاله اللي انا شفتها دي، الماتش بتاع السوبر، لما انت خالد تبقى قافل على نفسك كويس قوي ومركز كويس قوي وعندك اصرار وعزيمه كويس قوي وعندك استنفار، فاهم؟ ما حدش هيقف قدامك يا خالد، ما حدش يقف قدامك، حتى لو في عامل خارجيه بتساعد وده اللي شفناه من اول دقيقه يا كابتن احمد، الروح والاصرار اللي حضرتك بتتكلم عليهم. خالد اقول حاجه، والله والله والله، وهي واحد والله انا عارف ان احنا نكسب. عندك ثقه. ليه يا خالد ليه؟ الثقه دي جايه من ايه؟ جايه من الاصرار والرغبه عند اللعيبه في الماتش. بالظبط. يعني حتى وانت خسران، الماتش ما كانش مفتوح مثلا، كان مقفول شويه، بس في الاخر انت اللي عندك الرغبه، انت اللي عندك انت الليد في المباراه، انت اللي مسيطر. حتى وانت خسران يا خالد. صحيح يا كابتن، صحيح. باين واضح يعني جدا كده. فانا بقول لك انا قاعد والله هنكسب، حتى اللي جنبي بيقول لك يا جماعه والله هنكسب، ولادي هنكسب. اللي الموضوع ايه؟
خالد يعني باين قوي 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 ان انت كنت اعلى يعني التركيز عليه قوي على نفسي قوي او بحكم الاحداث اللي سابقه اللي انت قللت مني وقللت وقللت فبعدين بقول لك حاجه معلش في خبرات في الملعب ما كانتش موجوده قبل كده يعني شيكا طبعا موجود عندك عبد الله سعيد موجود عمر جابر موجود ايزو موجود الناس دي عندها كميه من الخبرات مسلوس يا كابتن مدافع دولي تونسي سيف الجزيري مهاجم دولي أيه. تونسي عندك لعيبه كبار جدا حمزة. كلها حمزه حمزه المسلوس يا خالد مهما اتكلم يا جماعه الراجل ده انا عاشرته بقى مش واخد حقه تماما في فتره كده بس هو تحسه مصري يا كابتن احمد نعم تحسه مصري بقول لك ايه يا خالد اقول لك على موقف حصل معانا خالد طبعا انا كنت مدير فني الزمالك فتره من طبعا انت عندك اسرار وكواليس انا عارف صعبه جدا جدا يعني انا بقول لك انا بقول لك لقيت انا وانا ماسك رايح العب ماتش المريخ السوداني ومفيش لعيبه في لعيبه كتير مش موجوده لعيبه مصابه لعيبه يعني ما علينا حمزه كان مصاب هو عبد الشافي دول الوحيدين اللي كانوا مصابين فعليا يعني حمزه جالي قال لي انا هلعب كان مصاب عنده تمزق تقريبا في حاجه في الركبه يعني وانت كمدرب طبعا مش عايز تجازف عشان ما تخسروش بعد كده جالي محمد دكتور محمد اسامه هو موجود قالوا قال لي يا كابتن احمد عشان خاطري اوعى توافق اوعى توقف قلت له مش هوافق لو على رقبتي يعني بص واحد يعني لعيب راجل يا كابتن لعيب راجل لا 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 حاجه جميله يا كابتن احمد انا عايز اسيبك في اجواء الفرحه مليون مبروك انت واحد من ابناء النادي المخلصين واحد من المدربين اللي كان ليهم بصمه وحققوا بطولات مع نادي الزمالك كابتن احمد عبد المقصود طبعا نجم نادي الزمالك السابق بشكرك شكرا جزيلا يعني يا مراد زي ما انت شايف وسامع اجواء الفرحه حلوه يمكن كابتن احمد عبد المقصود يعني واحد من ابناء النادي واللي حققوا بطولات مع النادي واحنا كنا معاه في البطولات على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا ارجع معاك بقى لكواليس السوبر انا مش يعني انا عايزك تتكلم انت النهارده يعني خلود عايز اقول لك ان كابتن شيكا فرج اللاعبين على الفيديو اللي يعني احد اللاعبين السابقين اتكلم فيه على نادي الزمالك و هو يعني جمع بقى حاجات كتير جمع حاجات كتيره بالاخص الفيديو اللي كان فيه لعيب قلل من قيمه الزمالك ما يسافرش وكلام من هذا القبيل اه ما يسافرش والزمالك مش هيوصل عايز اقول لك ان يمكن التصريح ده هو اللعيب مش واخد باله ان هو ادار بالنادي الاهلي ان هو استنفر طاقه لعيبه نادي الزمالك اللي كان عنده 100% طلع 200% في مستواه في الملعب اللعيبه يمكن كان عندها خالد عايز اقول لك غل في الملعب انت عارف كلمه غل كروي دي وده برضو من احد علامات ان الزمالك قدر ان هو كفته تبقى في الفوز يمكن برضو عايز اقول لك على موضوع كابتن عواد ان هو كان قاعد قبل الماتش بعد التمرين الختامي كان التمرين الختامي قبل الماتش بيوم التمرين الختامي قبل ما صبح يتصاب كان التمرين الختامي يوم الخميس على ملعب الشباب السعودي يمكن احنا ما اتمرناش ولا تمرين على الملعب الرئيسي لا احنا ولا النادي الاهلي عشان كان في تجهيزات وكده فقعد معهم كابتن عواد واتكلم وقال انا حاسس ان انا هلعب الماتش ده وحاسس ان انا هتالق في الماتش ده وهعمل حاجه هو لسه ما يعرفش حاجه وهو كان لسه ما يعرفش خالص بموضوع الاصابه العضليه بتاع كابتن صبحي وكده وسبحان الله يمكن كابتن عواد كان من احد اسباب الفوز يمكن عمل ماتش حلو جدا بعيد كمان عن ضربه الجزاء اللي صدها خالد عمل ماتش كويس جدا وكان طبعا قدر ان هو يرجع كفه الزمالك عواد مراد حارس كبير كان ليه دور كبير مع نادي الزمالك على مدار البطولات اللي فاتت محدش ينسى الدوري 2 دوري وكاس ورا بعض وتصدياته وتالقاته في كل الماتشات سواء في الدوري في الكاس عواد حارس كبير واحنا هنا اتكلمنا مش معنى ان انت تجي لك كلاعب فتره تبقى غير موفق فيها لا لكن ما ترجع بترجع بامكانياتك بترجع بموهبتك فبالتالي بنشوف النتيجه والحمد لله شفنا النتيجه اللي عملها عواد وكان ليه دور وبصمه كبيره مع نادي الزمالك في تتويج الزمالك بالسوبر بعد المباراه بقى بعد المباراه طبعا انت نسيت بقى خالص كل حاجه وقلت بقى بلا يعني بلا شغل بلا انا عايز افرح وعايز يعني والله يا خالد زي ما انت بتقول يعني طبعا المشجع الزملكاوي لما يكون بيجمع بين الشغل وان هو مشجع لازم يبقى عنده حته الموضوع صعب صعب جدا انا عارف يا خالد انت عايش الاجواء دي وعارف الكلام ده انت عايشها في بطولات كتيره جدا والكونفدراليه يمكن اخر حاجه يمكن انت بتبقى عايز ان انت ايه طب انا هشتغل دلوقتي طب انا عايز احتفل طب انا اعمل ايه بس طبعا احنا الحمد لله قمنا بتغطيه مميزه جدا وبشكر جميع العاملين زملائنا في قناه الزمالك على ان هم قاموا بمجهود جبار ان هم يبرزوا الحدث ده يمكن الناس من ورا الكواليس ما تعرفش قد ايه يا خالد ان احنا بنتعب عشان نوصل الصوره للساده المشاهدين بالشكل ده احنا كان عندنا حاجات في السودان ان احنا ممنوعين نعمل اكتر من ندخل الملعب ممنوعين كان دايما بيبقى فيه تدخلات بالظبط يا خالد فان احنا نوصل ان احنا نعمل الحاجات دي فالحمد لله رب العالمين كان توفيق من ربنا قبل الاجتهاد التوفيق وانت عملت مجهود جبار ومجهود كبير انت من اول ما طلعت من مطار القاهره لحد ما وصلت للمملكه العربيه السعوديه على مدار الثلاث ايام برضو عايزين نوضح للناس
ان انت ما بتروحش برضو ايه اللي هو تمرين وخلاص وريح، لا انت بتروح، انت بيبقى مطلوب منك حاجات كتير، فانت بتعمل كل ده، مطلوب منك ممكن حاجه تحصل مفاجاه فتتحرك فتعمل، فده دور كبير يا مراد انت دايما بتقوم بيه، فعشان كده احنا ما بنشكرك، احنا بنحاول نديك جزء من حقك، لكن الحق الحقيقي اللي انت المفروض تستحقه يعني ما مش هنعرف مهما نتكلم نديهولك. بعد المباراه بقى ما خلصت، اجواء الجماهير بقى مع اللعيبه كلنا شفنا اجواء كانت خياليه. عايز اقول لك يا خالد ان جمهور الزمالك صدم الجميع في الملعب، يمكن كان اكتر من جمهور النادي الاهلي، كتير جدا يا خالد في الملعب وبره الملعب، في ناس ما عرفتش تدخل لان التذاكر كانت نفذت، ناس كانت بتحاول من بدري كمان، الناس كانت بتحاول تشتري دعوات من بدري، من بدري خالص يا خالد، ناس كانت بتحاول تشتري دعوات عشان تدخل الماتش قبل التمرينين اللي هو احنا شايفين اهو مراد على الشاشه زي ما انت بتقول، احنا يمكن اتمرنا تمرينين، تمرين تمرين قبل الختامي وتمرين ختامي على ملعب الشباب السعودي، جمهور بطريقه يعني كبيره جدا، الجاليه المصريه هناك وجمهور الزمالك يمكن كانوا بيحتشدوا وعشان يلتقطوا الصور مع اللاعبين وان هم يشجعوا ويشدوا من الزمالك بعد ما خلاص بقى البطوله خلصت. رحنا للفندق، الفندق بعيد جدا يعني هو بعيد عن المدينه حوالي ساعة. بعيد كمان كان على ملعب المباراه، كان حوالي ساعه خد بعيد عن ملعب المباراه برضه. رحنا لقينا عدد كبير جدا ومهول ودخلوا الفندق والكابتن حسين اتدخل وسمح لهم، وكابتن عبد الواحد سمح لهم ان هم يدخلوا يعيشوا الاجواء معانا ويتصوروا مع اللعيبه ويحمسوا اللعيبه وكان فرحه يعني خالد، فرحه ما تتوصفش حقيقه. ربنا كلل مجهودنا وتعبنا يا خالد ببطوله غاليه وعزيزه علينا جدا، وانت عارف الضغوطات اللي بيعيشها النادي، عارف المستحقات الكتيره جدا اللي النادي سددها، عارف ان النادي مش مضغوط جدا في موضوع المستحقات دي يا خالد، ويمكن احنا في حاجه اسمها الاداره، اداره الفلوس، ازاي قدروا ان هم يديروا الفلوس اللي معاهم ان هم يجيبوا صفقات، وشفنا بنتايج يعني انت خالد شفت بنتايج كان مستواه عامل ازاي في الملعب، كان مفاجاه بالنسبه لكل الزملكاويه ان هو لسه لعيب جاي بالظبط على مباراه ببطوله، مباراه قمه، اجواء جماهيريه، اجواء مشحونه من الضغوطات، نادي الزمالك مطالب بالبطوله ان هو يؤدي الاداء ده. مراد انت كمان في الملعب بقى بتبقى بالنسبه لك ممكن تبقى مركز اكتر او شايف اكتر عكس ما الناس بتتفرج على الشاشه، انت بالنسبه لك كان في الملعب برضو بنتايج تحركاته يا خالد بيضم لجوه الملعب، بيقدر ينفذ الفكر للراجل والروح والالتحامات وروحه والالتحامات، تحس ان هو بيلعب في نادي الزمالك مش لسه اول يوم يلعب في نادي الزمالك، طبعا ده يعني اقل رد على الشائعات اللي كانت بتطلع ويقول لك ده مدرب مش عايز بنتايج، ده الراجل مش عايز بنتايج، وراجل ما فيش اي صفقه جت الزمالك يا خالد الا لما هو شافها وموافق عليها، يمكن حتى كان مسؤولين نادي احد السعودي اللي كونراد مش لك طبعا كان بيلعب في نادي احد، كانوا موجودين في النادي موجودين في الفندق بعد ما كسبنا البطوله، وكانوا بيحتفلوا معانا وكونراد قعد معاهم واتكلموا ان ده هيبقى صفقه مفيده جدا لنادي الزمالك، ويمكن في الدقائق اللي نزلها يا خالد شفنا انه عنده جراءه هجوميه وبيدخل على الجون وعنده حاجه عايز يعملها. هو بس تحس ان هو كان عايز يعمل كل حاجه، فالمباراه كانت صعبه شويه لكن اكيد مستنيين لسه منها مراد كتير. طب مراد في لحظه مهمه جدا كانت في المباراه، لحظه ضربه الجزاء والاعتراضات من لعيبه الزمالك، واللعيبه احنا كنا خايفين انها تفك بلغه الكوره، كان في مش زي دش سخن بس كان في كلام في اوضه اللبس بين الشوطين. طبعا مستر جوميز يمكن والكابتن عبد الواحد السيد اتكلم مع لاعبين ان حتى خالد انت لو لاحظت ان مستوى الزمالك الشوط الثاني اختلف تماما عن الشوط الاول، كان الزمالك الشوط الثاني الشوط الاول حاجه والشوط الثاني شفت اللعيبه اكن مفيش اي حاجه حصلت الشوط الاول، دي حقيقه خالد، ويمكن دي من يعني من المرات البسيطه برضو اللي بتشوف نادي الزمالك لما يبقى متاخر قدام النادي الاهلي بينزل يرجع خالد، يمكن انت بتبقى متاخر قدام النادي الاهلي بتلاقي صعوبه ان انت ترجع، لكن دي من المرات البسيطه اللي بتلاقي نادي الزمالك بيعمل كومباك مع النادي الاهلي في الشوط الثاني، وقدرنا ان احنا طبعا ناصر منسي ده يعني ما شاء الله عليه، ناصر الدسوقي بعد اذنك، ناصر الدسوقي زي ما انت شبهته يا خالد، ناصر الدسوقي خلاص ناصر يعني دي. عايز اقول لك انه لعيب محترم جدا يا خالد ولعيب خلوق جدا، واللعيب ده واجه ضغوطات كبيره وانتقد وناس كتير نيته صافيه، هو حتى نفسه قال يعني واحنا امبارح جايين في المطار ففي بعض الجمهور كان بيتصور معاه، بقى ترند خلاص ناصر بقى ترند خلاص خلاص ناصر بقى ترند، ففي الجمهور بيتصور معاه بيقولوا له يا كابتن ناصر انت كنت مخبي ده كله فين؟ قال لهم والله العظيم يا جماعه دي النيه، قال لهم النية، أنا عندي كتير جدا بس الفترة الأخيرة أنا اتضغطت وكان كنت بواجه ضغوطات، والموضوع لما بيقفل يا خالد أنت راجل كنت لعيب كورة وعارف لما الموضوع بيقفل مع لعيب بيجيلك حظ خلاص قفل معاك، لكن هو عنده وإحنا شفنا الجون اللي جابه قطع صعب وعنده يا خالد، لا وبعد 30 سنة يا مراد يعني بالظبط أنت عارف أنت ممكن أي لعيب بينزل مباراة زي دي يعني بياخد وقت شوية حتى عشان بس يسخن عشان يدخل في جو الماتش الأول من أول لمسة
جول وجول، هو اللي رجع الزمالك تاني وهو اللي اهدى للزمالك تاني البطوله. دي حقيقه خالد، غير ثباته الانفعالي هو بشوط البلن، وطبعا الحركه اللي عملها دي اللي بقت ترند بقى وخلت مصر ترند يعني. طب انت قريب دايما من مستر جوميز ودايما بليك لقاءات معاه بعد اي مباراه، وصف لي بقى يعني شعور الراجل، يمكن الكاميرات شويه ما كانتش مركزه مع المدرب قد ما هي كانت مركزه طبعا مع فرحه اللعيبه. والله يا خالد على المستوى الاخلاقي قبل المستوى الفني، الراجل ده محترم جدا، راجل دايما ان هو في اي ماتش سواء الزمالك كسبان او الزمالك مش موفق بيطلع يتكلم مع الاعلام، ما بيخبيش نفسه، بيقدر دايما قناه الزمالك، بيقدر دايما. يمكن احنا وبعض دايما هي رقم واحد بالنسبه لي، يمكن احنا ودايما القنوات الثانيه يجي يقول لك لا بعد اذنكم يا جماعه انا عايز قناه الزمالك الاول، يبقى دايما ان احنا في قناه الزمالك بيطلع معانا الاول. الراجل اشتغل جدا من اول مباراه كينيا هناك، بدا يشتغل ويحضر كويس النادي الاهلي، كان محترم جدا المباراتين بتوع شورتا الكيني، ما كانش بيتكلم عن مباراه الاهلي لكن كان بيحضر لمباراه الاهلي، ويمكن راح ماتش جورمايا الكيني وكنا معاه في الماتش وشاهد الماتش هناك من الاستاد، وكان شغال هو والتيم بتاعه يا خالد، برده هو مش لوحده، كابتن احمد مجدي ومستر بيكيه والتيم بتاعه كله اللي عامل شغل كويس جدا، وكلنا شفنا هو شخصيته يا مراد. عارف انت في مدربين تحس ان هم دايما مكشرين، يا اما بيضحك قوي يا اما مكشر قوي، ما عندوش ده. مستر جوميز بحس ان هو بيجمع بين الاثنين، معتدل عنده الميكس في الحته دي يا خالد، ان هو راجل مش اجريسيف قوي، وفي نفس الوقت ان هو مش اللي انت تقدر ايه، مش فاكك قوي، هو بيقدر يجمع بين الحاجتين. وكمان على المستوى الفني احنا شفنا يعني الماتش في الشوط الثاني عمل تغييرات قدرت ان هي تقلب الطاوله لنادي الزمالك، وقدرت ان هي ترجع كفه نادي الزمالك. تعرض برضو الانتقادات كده، انت متابع وشايف الفتره اللي فاتت ضغوطات بسبب مباراه الشرطه الكيني والاداء والنتيجه، واحنا كسبنا هنا مش عارف ايه بس برضه انت كنت قريب في المعسكر ده. انا قلت ان اللعيبه اكيد غصب عنها ان ماتش السوبر خلاص، انت بتتكلم بعد خمس ست ايام، ونفس الكلام ممكن يبقى مع المدير الفني، بس خلينا مع اللعيبه ان ماتش السوبر يا مراد كان واخد جزء من تفكير اللعيبه. دي حقيقه يا خالد، انت دايما اي مباراه بتسبق مباراه قمه، خاصه لما تكون مباراه على بطوله، انت عارف دايما ان تركيز اللعيبه بيبقى غصب عنهم في البطوله، بخلاف بقى اللعيبه الخبره اللي تقدر تفصل، يعني اللعيبه الخبرات اللي بتقدر تفصل، لكن في لعيبه دايما بتبقى لسه لعيبه جديده، لعيبه لسه صغيرين طالعين، فبيبقى تركيزهم دايما في ماتشات القمه، هو عايز بس يعدي المباراه عشان في بقى حاجه يعني لا بديل عن الفوز فيها. وكمان يا خالد هو اتكلم، انا اتكلمت معاه بصفه جانبيه كده، وقال لي دلوقتي الناس عرفت انا ليه كنت بريح اللعيبه الكبار في اخر ماتشات الدوري وماتشات الكاس، يعني دلوقتي الناس قدرت تعرف انا ليه كنت بدي اللعيبه الكبار راحه، علشان كنت اقدر اوفرهم واوفر طاقتهم ان احنا نبقى موجودين في بطوله قاريه زي السوبر دي. وفعلا يا خالد هو الراجل لما ريح اللعيبه الكبار في الدوري في اخر ماتشات الدوري، لو ما كانش ريحهم كنت هتلاقي لعيبه دي مرهقه وواقع منه بدنيا، لكن ما شاء الله احنا بنشوف لعيب زي عبد الله السعيد 39 او 38 سنه واقف على رجله في الملعب، ويمكن في التدريبات بيطلع اخر واحد من الملعب يا خالد. كابتن عبد الله السعيد بالمناسبه ده بيتمرن كمان تدريبات اضافيه مع نفسه بعد كده، والله يا خالد بالمناسبه ما تسمعلوش صوت خالص، الراجل يعني هدوء غير عادي، سواء في واحنا مسافرين او احنا قاعدين ما تحسش بيه خالص يا خالد. طيب المباراه خلصت، حكم صفر، والاجواء الاحتفاليه ابتدت، وصف لي بقى الاجواء بقى من اول ما اللعيبه دخلت ارض الملعب عشان تتسلم طبعا الميداليه الذهبيه مع الكاس، وبعد كده الاوضه اللبس، وانت كنت موجود بقى في كل ده. انا عايز اقول لك خالد ان يمكن كابتن شيكا بالاخص اول ما نزل الملعب وشاف الدخله التاريخيه اللي اتعملت من جمهور الزمالك يعني بكى. كابتن شيكا بكى، كابتن عبد الوهاب راح خده في حضنه كده وهو بيبكي من التأديب. يعني دي حاجات الكاميرات ما حدش جابها. لا بكى. دي حاجه بنقولها لقناه الزمالك، انا كنت قدامه على طول، بس كنا ممنوعين طبعا من الامن هناك ان احنا نصور اي حاجه في الاول، لان كانوا مانعين كل حاجه كانت حصريه للقنوات اللي بالزبط. موجوده الراجل اول ما شاف الدخله بتاعته وشاف صورته كانت متصدره المشهد، الراجل بكى خالد والله، وقعد كده يبكي لمده دقيقتين، وكابتن عبد الواحد احتضنه وقال له يا شيكا انت تاريخ كبير، وده كان اقل تقدير للتاريخ الكبير اللي كابتن شيكا عمله مع نادي الزمالك. عشان كده شفنا فرحه شيكا مع الجمهور كان بعد الماتش اختلفت بقى، يعني شيكا ودونجا وزيزو. يعني انا عايز اقول لك برده حاجه حصريه للقناه عندنا، ان يمكن الكاميرات ما جابتهاش، ان كابتن زيزو كان واخد شرط القياده في الاخر بعد ما خدنا بعد الماتش ما خلص خالص، طلع فوق للجمهور وقال لهم انتوا رقم واحد، انتوا رقم واحد، وداها للجمهور، انتوا الدعم والسند وانتوا رقم واحد، وانا بقائي في الزمالك، وقال لهم كده يا خالد، كان قريب الملعب كان قريب من الجمهور على طول،
وانا بقائي في الزمالك طبعا بيشرفني، وانا مبسوط جدا وان انا وانا موجود عشانكم وموجود عشانكم، وقال لهم انتوا رقم واحد يعني دي من الكواليس. بعد كده طبعا لما الماتش خلص دخلنا اوضه الملابس، قلت لبس بقى الدنيا مقلوبه بقى حاجه بقى. بص يعني عايز اقول مش عارف تروح لمين ولا مين، ومش عارف ده بيعمل ايه، وده في يعني شغل بظبط هنا. كابتن شيكا نفسه جه خد مني المايك قال لي بعد اذنك بقى اركن انت مراد، انا هشتغل مراسل النهارده. واشتغل هو، شفنا اللقاء المميز اللي عمله مع كابتن ناصر ماهر. طيب الاجواء بقى اللعيبه جوه وفرحه اللعيبه، مين اللعيب اللي انت تحسه كان يعني خلاص كان بكى برده من كتر الفرحه؟ محمد شحاته. محمد شحاته فرحه هستيريه. مش عايز اقول لك خالد ان يعني كان بيكلم اهله على زوم، على تطبيق زوم، ده في الاوضه، في الاوضه بعد الماتش. هو حريص دايما ان هو يتكلم مع والده بعد اي بطوله، برده بطوله الكونفدراليه لما خدناها وانا كنت معاهم فوق في الباص، شغل زوم وكلم اهله ووراهم الاحتفاليه. برضو اول لما كنا جوه في اوضه الملابس شغل زوم واتكلم مع والده واهله وعيشهم معاه لحظه الانتصار الكبيره اللي كانت موجوده. عايز برضو يا خالد ادي حق الناس اللي الناس مش واخده بالهم، ناس يعني عمال المهمات وخالد والله العظيم تعبوا جدا الناس دي، سواء كابتن مصطفى هم اللي بيرتبوا وبيوفروا كل حاجه، انت عارف الناس دي كلها، خالد ابراهيم، كل الناس دي بتعبوا جدا بالاضافه للجهاز الاداري. كابتن عبد الواحد السيد اللي قام بدور كبير جدا الحقيقه خالد. راجل لما يكون في مدير كوره بشخصيه وتاريخ كابتن عبد الواحد وبطولاته، اللعيبه بتبقى مالي عين اللعيبه يا خالد. لا كابتن عبد الواحد ده الوحش، وحش، تاريخ كبير يا خالد، مش هنقدر نقول حاجه. عشان كده الجمهور انت كده كده هترجع له، هترجع له ده بعد الكاس ما خلص جمهور الزمالك بقى الهتاف الشهير، فاكره انت يا خالد؟ عبد واحد وراح لهم بقى في المدرجات كابتن عبد واحد خد بالك ليه دور كبير جدا كمان يا مراد، ان هو بيلم اللعيبه وقريب كمان من اللعيبه. هو برده الكابتن عبد الواحد يعني لسه كان رجليه في الملعب، يعني مش فيش فرق سنين كبيره ما بينه وبين اللعيبه كلها، فليه دور، وكمان هو حارس مرمى دي حقيقه. فكمان محمد عواد ومحمد صبحي اكيد واخدين الدعم الاكبر من كابتن عبد الواحد، حارس التاريخ نادي الزمالك خلود. وبعدين ده كابتن حسين لبيب برده عمل اجتماع مع اللاعبين خالد، قلت لك بعد ما خدنا السوبر كان في العشاء، جمع اللعيبه كلها وجمع الجهاز الاداري وقال لهم يا جماعه انتوا ليكم مكافاه ده بعد المباراه، بعد المباراه على طول، بعد المباراه احنا رحنا فندق اللعيبه بعد ما رجعتوا بقى اتقابلت مع احنا تعشينا متاخر شويه، قعد معاهم بعد العشاء وقال لهم يا جماعه حد نام اليوم ده مراد؟ محدش نام. ها؟ محدش نام. انت نمت اليوم ده؟ والله ما نمت. والله ما نمت، خلصنا شغلنا، خلصنا شغلنا وفضلنا قاعدين. انت من كتر الفرحه مش من قاعد من الفرحه. الفندق اللي كنا نازلين فيه مليان طبعا سعوديين زملكاويه خالد، مش عايز اقول لك شعبيه الزمالك في السعوديه عامله ازاي، طبعا في الخليج كله في السعوديه خاصه كانوا مبسوطين، كانوا مبسوطين وفرحانين بفوز جدا جدا يا خالد، وفرقوا هدايا، جايبين شنط هدايا للعيبه والجهاز الاداري وفرقوا عليهم. ده منهم كده ما حدش طلب حاجه والله منهم يا خالد. من العاملين في الفندق هناك. يعني ده بيوضح لك ان كده في تحضير كمان من الناس لنادي الزمالك، اللي هو لو كسب ان شاء الله كان، واللي انت بتقوله يعني لو هو كان فعلا محضرين احتفاليه نادي الزمالك، تورته كبيره وهدايا. يعني اول ما دخلنا الفندق لقيتهم مستقبليننا من على الباب، وشفنا برضو مشهد كان فيه جمهور في الفندق، يعني جمهور حتى ما اكتفاش ان هو موجود في الاستاد كبير بس. جدا يا خالد. وعائلات يعني كمان عائلات، لا عائلات جايين يحتفلوا مع اللعيبه. كابتن صلاح سليمان كان هناك، لقيته هناك في الفندق قعد مع اللعيبه احتفل. شفت جمهور الزمالك قعد مع مجلس الاداره واتكلموا وتناولوا احاديث جانبيه. في لعيبه اهدت تيشيرتات للجماهير. حتى كابتن ناصر ماهر قعدت معاه كده اتكلمت، قال لي انا ما شفتش في حياتي جمال وحلاوه جمهور الزمالك، جمهور بيدي هدايا. يعني هم قبل ما يسافروا الجمهور راح لهم النادي ادهم بوكسات هدايا فيهم. ما شفتش ناس بتحب النادي كده؟ قال لي انا ما شفتش ناس في حياتي بتحب نادي الزمالك بالشكل ده. يمكن انا كنت اسمع وانا بره النادي، لكن لما انا دخلت في الحدث نفسه الموضوع مختلف تماما، جمهور الزمالك ده مختلف تماما، كلهم مبسوطين. لا يا خالد فرحة، فرحة لا توصف. ويمكن كمان برضو يا خالد كابتن عبد الواحد السيد اتكلم مع كابتن حسين لبيب، واتكلم برضو انه يكون في مكافأة للجهاز الإداري، ما يعني ما تبعدش قوي او ما يكونش في يد بينها وبين اللعيبة. يعني قال لهم الناس دي بتتعب وفعلا دورهم ما يقلش خالص عن اللعيبة، ما يقلش. واللعيبة خد بالك يعني هي كمان هتقول كده وهتتكلم كده ان الناس دي حقيقه، دي حقيقه، غير الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه طبعًا. اللي يمكن يا خالد مش كمان مش بعالج اللعيبه، لا ده لو اي حد من البعثه الاعلاميه في حاجه بيشتكي الراجل. دكتور محمد اسامه هو بعيد عن، هو طبعا دكتور كبير وزملكاوي، وفي الحاجات اللي فيها، بص اللي فيها انسانيات دي عمره ما بيتاخر، وما نفتكرش
او ما ننساش كان في ماتش المقاولين لما بالظبط يا خلود لما واحد من الجمهور تعب وجري وساب الفرقه وساب الماتش شغال وجري وخد احنا يمكن الطياره بتاعتنا واحنا راجعين اتاخرت شويه كان بسبب برضو ان العاملين بمطار الرياض احتفل احنا كنا في طياره خاصه زي ما انت عارف يا خالد فاتاخرت شويه بسبب العاملين في مطار الرياض كانوا مجهزين احتفاليه للاعيبه نادي الزمالك ومش عايزينكم تمشوا مش عايزيننا نمشي ومجهزين احتفاليه كبيره جدا سعوديين والله يا خالد سعوديين زملكاويه وهجهزوا شنط برضه هدايا زي اللي عملوها بتاعت الفندق اللي كنا ده فيه. قبل ما تتحركوا يا مراد في مطار الرياض بالظبط يا خالد ده المشهد اول لما وصلنا مطار الرياض حطينا الكاس كابتن عبد الواحد حطه وخلى اللعيبه كلها تتصور بيه والعاملين دونجا برضه مفيش فايده ولا دونجا هي نفس الاحتفالات والعاملين ده دونجا قال لي بس انا بوجه رساله يمكن انا عملت معاه لقاء كده بس قال لي انا بوجه رساله الناس اللي كانت بتتكلم على نادي الزمالك انه مش هيوصل للجون انا يعني عمل بقى بايده كده وقال لهم كده يعني سيف الجزيري برضو خد بالك فقره سيف فقره برضو عايز اقول لك ان حسام عبد المجيد راح عمل عمره استاذن من بعد الماتش والونش برضو شفناه راح عمل عمره بعد الماتش استاذنه هم طلعوا كلموا الكابتن عبد الواحد وكابتن حسين وقال له بعد الماتش على طول ما خلص راحوا الفندق خدوا حاجتهم وطلعوا ورجع تاني ورجعوا تاني رجعوا لنا على المطار على طول طبعا كان مجهزين تيشيرت الابيض بنادي الزمالك اللعيبه كلها تلبسه وترجع بيه احنا لعبنا المباراه بالتيشيرت الاسود الشياكه اللي شفناها خالد ورجعنا بالتيشيرت الابيض التيشيرتات دي مخصصه للسوبر بس مراد اخيرا دور مجلس الاداره كان معاك هناك وانت كنت بتشوف بقى كابتن حسين لبيب مع كابتن احمد سليمان مع احمد خالد حسنين مش عايز انسى حد رامن سوق استاذ رامن سوقي كابتن احمد سليمان طبعا كان معانا كابتن حسين السيد جه في الاخر كان دايما مساندين ودايما موجودين في التمرين ودايما برضه بيبقى ليهم والكابتن هشام نصر صحيح والله يا خالد كابتن حسين بنفسه في التمرينات وكلها كان عنده حرص دايما ان هو ينزل بنفسه الملعب عشان يدي رساله للعيبه لا احنا في ظهركم احنا سبورت ليكم واحنا واقفين معاكم ودي فعلا يا خالد كانت بتوصل للعيبه وبشد من ازرهم قاموا بدور كبير جدا 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 يا خالد الحقيقه كابتن حسين ما كان عنده الحرص ان هو ما يظهرش خالص وما يتكلمش في اي حاجه خالص كابتن هشام نصر يمكن ظهر معايا بعد الماتش وقال ان احنا كنا بنواجه كان عليه ضغوطات باين من كلامه فعلا يا خالد قال انا بقى أنا عليه ضغوطات كبيره مجلس بيواجه ضغوطات كبيره جدا ويمكن البطوله دي تقدير من ربنا عز وجل لنا كلنا ان احنا تعبنا يا جماعه وفعلا الناس يا خالد بتشتغل في ظروف صعبه جدا هم خلاص علوا سقف طموح جمهور الزمالك ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يعني دايما يفضل على منصات التتويج يا مراد للاسف الوقت جري معاك بسرعه بشكرك ودايما متالق في كل الاحداث اللي بتكون موجود فيها مع نادي الزمالك ودايما يا رب بتمنى لك كده كل التوفيق ومزيد من التالق على شاشه قناه الزمالك خلود انا بقول لك الف شكر ليك على الاستضافه الجميله دي يعني مهما قلت كلام في حقك انت زميل عزيز ومتالق دايما ومذيع جميل على شاشه قناه الزمالك بشكر زي ما انا ذكرت في الاول الاستاذ احمد عبد القادر طبعا شرفتنا يا مراد وجميع العاملين في القناه على تقديرهم لمجهودنا يا خالد وان هم دايما بيقدروا مجهودنا نورتنا وشرفتنا يا مراد والف مليون مبروك يا ربنا يخليك خالد مبروك علينا كلنا حبيبي مبروك يا مراد بشكركم على حسن المتابعه واسيبكم مع هذه البطوله الغاليه كتبتها جوه المدرج سرها بصوت هتافي انا البطولة جبتها رايت نادية رفعتها كل الظروف وهزمتها ومع كل مهنة بحبه اكتر بعدها انا قلت كتير من غير تفكير عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها اشهد يا تاريخ ولا كم مرة وقعت في رحلتي